من جهتها أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الوصول إلى اتفاق مع مصر بتكلفة تبلغ ثلاثة مليارات دولار لمدة ستة وأربعين شهر، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفان هولر خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يأتي من أجل تمويل الموازنة المصرية ومواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومن ضمنها ازمه الحرب الاوكرانيه ومن اجل ان يكون هناك دعم لمشاركه القطاع الخاص